أول مرة يعني تجيلي من غير إصابات. أنت إيه؟ بطلت شقاوة؟ أو مش هجيب أجر يا دكتور؟ أه بس أنت طول عمرك بتجرى الموت. جرى إيه؟ أنت ما بتخافش من الموت يا جدع أنت؟ حد يخاف من الموت يا دكتور؟ دي اللي يخاف مني يبقى تعبان قوي. أها كيف تخاف من خوافة؟ حد يخاف من خواف؟ خواف؟ الموت خواف طبعا خواف، لأن لو ما خوافش ما يجيش مستخبي. أقول لك هو ما خوافش، هو خجول لدرجة إنه ما عاوز حد يشوفه. كأنكوا صحاب يعني. جربت مني إيه؟ جرب مني كتير وحسيت بأنفسه. أنفسه؟ طبعا الموت أنفس خفيفة. كيف النسمة؟ ما يحسهاش غير المقصود. بتحس ببرد نظيف داخل صدرك، هوا ملوش مصدر، ريحته جميلة بيروحك من الحتة اللي انت فيها، وتقدر تشوف الناس والناس يشوفوك، لكن لا تقدر تكلمها ولا تقدر تقوله مبعدوه. كل اللي عليك تعمله انك تصاحبه تطوع. يا سلام، اه لو كل واحد يعرف اني اجابله مرة واحدة ما كانش حد عمل الشر دي واصل. نيفر يا دكتور.